الله لو يسلمك. سمحت يا فضيلة الشيخ، أقل يعني يبقى حرام عليا إمتى؟ لما أجل صلاة العشاء أو أأخرها شوية، صلاة العشاء. يعني تسألين متى ينقضي وقت العشاء؟ للعلماء في أكثر من قول، اختاروا القول القائل بأن وقتها ينتهي بطلوع الفجر أو قبل الفجر بركعة واحدة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. والجزئية التي أثرتها وهي إدراك ركعة، حديث الرسول عليه السلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر أدرك العشاء، من أدرك ركعة بعد الظهر من الظهر بعد عفوا قبل العصر فقد أدرك الظهر. أما حديث ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقت العشاء، أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا وقت الفضيلة، وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خيرا. وياكم.